يقول ابو حرب اسال والمولى يقبل دعوتي اللي بها له قلتي وابني لهدف في طاعته واخضع لحكم الله بطاعه مبنيه في عزتي في راس عالي مرتفع والعز رافع جبهته وقول يا الهاجس تجيب اقوالي ترفع رايتي في الكرامة والشرف للحر يعيش بكرامته اقوالي تحكي للزمان عن وضعي يشرح قصتي قصة بها تاريخ برهان كتب في صفحته تاريخ بعشت الحياة وفومضتها في رحلتي في المشاكل والكراب واللي جتني ظلمته من كل جانب خيمات حسيت فيها وحشتي شكل السجون المظلمة ورياح قلبي هزته بشجاني جتني بالرياح الثيرة لا عذبتي شجت لبرهان انفجر بصوت راعد حنته حنت وشقت للحياة ود القاسية في حنتي والحد ينشق الطحان بصوت راعد طحنته والرعد به شفت السحابة ركبت في دمعتي وصبت الأمطار والعاطش دموعي سكته من بعدها يا مرسلي ويشد السفر في خطوتي بقوى لبرهان ذيبها وريح الهواجس دارته في قول قلب برهان قال زاد افتخاري بخوتي والجدي يتفاخر ويه وتشرف ويعتز بخوته ذيب الحياة بصرتهم وبصرت فيهم شاعتي ضوت بنيران شرقوت في ضوء شمس فذته وضوت بقيصر في